صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، وذلك اعتبارا من اليوم الأول من إبريل القادم. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل 2024. كما صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2024، والمقرر استقبالهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27 من مارس 2024. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، الذي أشار فيه إلى التعليمات والشروط الخاصة بقبول الدفعتين. أولا، قبول دفعة جديدة من المتطوعين ومن قصاص الأثر لصالح حرس الحدود من مواليد ومقيمي محافظتي أسوان وقنا والمناطق الحدودية بنطاقهم، استكمال البيانات بالملف واستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها اعتبارا من 1/4 حتى 8/5/2024. ثانيا، قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2024. التأكيد على التوقيتات والأماكن المحددة للاختبارات، التأكيد على صحة المستندات والبيانات التي يتقدم بها الشاب حتى لا يقع تحت طائلة القانون، الإبلاغ الفوري عن الأشخاص الذين يوهمون الشبان بقدرتهم على مساعدتهم للالتحاق بالقوات المسلحة ويبتزوهم مادياً، والحذر من التعامل معهم، التأكيد على قيام الشاب بالتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها طبقاً لعنوانه في أول بطاقة رقم قومي قام باستخراجها. نؤكد على شبان التجنيد ممن له الحق في الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء أن يتقدم بمستندات تؤيد حقه في ذلك. وللمزيد من المعلومات عن شروط التحاق المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني tacand.mod.gov.eg، وللتعرف على الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني tacand.mod.gov.eg، بالإضافة إلى رقم الخدمة الصوتية المختصر للمركز الإلكتروني 15499.